بصحى همرجح لغايه ما رحت نقطة، كان ممكن انط في الشارع. اهلا واضح مودي جمال. تعبت من البشر وزهقت من البشريه، من ناس قلوبها حجر. ايه اغرب موقف حصل لي مع معجب من المعجبين؟ ده اغرب موقف حصل لي ما نساهوش. كنت مشارك في برنامج مسابقات لافضل ناس بتغني باللهجه الخليجيه. كنا بنعمل حفله كل اسبوع، حفله البرايم يعني. فبعد الحفله قام روحت، فوجئت بان في حد من الـ من الـ من الفانز هو موجود جوه اوضتي. يعني هي دخلت ازاي انا مش عارف. الادهى من ده كله ان انا اساسا مفروض ان انا اول ما اوصل للاوتيل او للاوضه بيبقى فيه 2 سكيورتي، فدول واقفين على باب الاوضه من بره. فهو ممنوع تخرج، ممنوع حد يخش لك من الصحفيين، ممنوع حد يتكلم معاك، ممنوع تتكلم مع اي حد او تعمل اي حاجه. فانا مش هسيبك يعني، هي مش خلاص، هي مستقتله يعني. انا كان لازم اهندل الموضوع، خصوصا ان احنا كان ما كناش اتعشينا، فانا حاولت اخرج من الموضوع كده بحركه لطيفه. بعد كده عرفوا ان انا معايا حد جوه، فدي مين ومش مين. فطلع عمل لي ريبورت في اداره البروجرام انه يعني الراجل ده معاه حد ومخالف التعليمات. اغرب حاجه طرقت كده على بالي ان انا كنت لسه اتعشيت، فكان المفروض ان انا انزل على البوفيه تحت علشان اتعشى. طب تعالي نتعشى طيب، وبعد كده نرجع نكمل. هتغني لي؟ غني لي. انا هغني حاضر، بس نتعشى الاول عشان ايه، الواحد جاي من الحفله بس. وبعد كده في الايام اللي بعد كده فوجئت بانهم شددوا الرقابه عليا، يعني بعد ما كان في 2 4 بس تمام يعني. خلص الموقف، وكان موقف لطيف ومن الحاجات اللي ما انساهاش بصراحه يعني. ما صاحبش غير رجاله، لو انت منهم تعالى بابا هياخدك في حضنه. ايه اكتر حاجه مجنونه عملتها في حياتي؟ بيت جدي الله يرحمه، هو كان بيت 4 أو 5 ادوار، فهو في العيله كلها موجوده في البيت. هي اللي اخر دور بتاعت جدي، احدى خالاتي يعني، كان الشقه اللي تحت، لا اللي تحت، فاحنا لو بنتكلم في السادس فهي في الرابع. والباب مصفح اتقفل، وكان المفروض ان هم يتصرفوا، الباب لازم يتفتح، مش هينفع الباب يبوظ، عشان الباب كان غالي جدا، بلس انه هياخد وقت كتير جدا علشان يتفك لانه كان تخن كده. لازم حد يتصرف ولازم الباب يتفتح، وفي حاجات مهمه وفي حاجات على النار. اللي حصل ان انا على طول ما فكرتش، بصيت بس فيها كده، بس اطمنت ان مفيش حد معايا يتابعني يعني، عشان مفيش حد يتخض عليا وبتاع من وراهم يعني. قفلت الباب بتاع الاوضه ونزلت على الباسطه دي، وبسم الله انا حاولت انزل بجسمي كده وامسك، وده اللي حصل فعلا. انا نزلت امرجح جسمي كده قدام ورا، لان البلكونه 60 سم تقريبا، مش عالي، مش كبيره، مش واسعه. همرجح لغايه ما رحت نطت، كان ممكن انط في الشارع. فنزلت دي من السادس على الخامس، ومن الخامس على الرابع بنفس الطريقه، بس هما بلكونتين تحت بعض، وفي عارفه الماسوره اللي بتبقى طالعه من بره دي، كانت سهله جدا، كاني بلعب عقله. نزلت عليها وحطيت رجلي على السياج يعني. من الخامس للرابع كان الموضوع سهل، لا هو اللي كان من السادس للخامس ده اللي كان شبه مستحيل. لو يرجع بيا الزمن مش هعمل ده كده تاني طبعا، خصوصا ان انا جالي شرخ في ضلع من اضلاع يعني. وبس مش عايز انخل ذاتي وسواد للمنتهى. شكرا واضح.